لا احنا طبعا احنا كلنا بننبز الارهاب سواء بالنسبه لمصر او سواء المنطقه العربيه، واحنا النهارده هذا المؤتمر ان احنا بنفعل دور الشعب ونفعل دور الشباب ونفعل دورنا كلنا وكل المواطنين ان احنا نقف ضد الارهاب. الارهاب ده بيوقف التنميه، بيوقف مسيره التنميه، بيقف بيزود فرص البطاله اللي موجوده في، يعني بيزود اعداد البطاله اللي موجوده عندنا، بيقلل فرص العمل اللي موجوده عندنا. فلا بد ان احنا خلال الثورات انتهت، احنا دلوقتي في ثوره جديده، ثوره التنميه. ثوره التنميه لابد ان نقف ضد الارهاب.